السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد، فيديو اللي غنعاود لكم على الولاده ديالي كيف دازت. اول حاجه كنعتذر لكم لانني وعدتكم ديجا غندير لكم فيديو كيفاش دازت الولاده ديالي والوجع ديالي، ولكن ماشي لخاطري. ملي مشيت للسبيطار باش نصور لكم ما بغاوش، احترمت الراي ديالهم، قال لي ممنوع التصوير، ممنوع ديري شي فيديو. صافي قلت من بعد ان شاء الله نتفك وغادي ندير لكم فيديو اللي غنعاود لكم على الولاده كيفاش دازت. انا كنعتذر لكم البنات بزاف بزاف بزاف، ما مفيتش بالوعد ديالي ولكن ماشي لخاطري، كنعتذر لكم. الولاده ديالي البنات دازت عندي صعيبه بزاف، لانني 3 ايام وكنت وجع. منين شدني الوجع مشيت للسبيطار، منين مشيت للسبيطار باش نولد شافوني قالوا لي غتجلسي تولدي، كيصحابني ديك الساعه غادي نولد، ولكن خلاوني 3 ايام وانا كنت وجع. 3 ايام علاش 3 ايام؟ وما بغاوني نولد عادي، نولد طبيعي، ولكن دوماج ما بغيتش طبيعي، ولد سيزاريا. منين يوم الرابع فاش هبطوني نولد عادي، عياو معايا باش نولد عادي، وتقطع لي التنفس، الدري صافي سخف ليا في الكرش، صراحة دازت عليا، والله يسمح لينا من الوالدين يا ربي، وكنتمنى بأنها تكون من مغفرة الذنوب، حيت تعذبت بزاف بزاف بزاف. هبطوني مع 9 الصباح حتى الجوج ديال النهار عداوني نولد سيزاريا، وهما كيحاولوا معايا باش نولد عادي. الزحمه كتخرج خاويه، صافي شافوني بانني صافي وليت كنشهد، صافي ما قدرتش نزيد نكمل باش نولد عادي. صافي شافوني في حال هكا قالوا لي غادي تولدي سيزاريا، صافي طلعوني البلوك ولدت سيزاريا. اصلا انايا بلجوني هالنص، ما بلجونيش كامله، كنحس بهم كنحس بهم ولكن ما كنشعرش بديك الالام. صافي منين جبدوا الوليد قلت لي مبروك لالا ولدتي وليد، قلت لها بغيت نشوفو، قالت لي راه سخفان. صافي جات واحد الفرمليه كتجري، شفتها هزات الوليد بقيت متبعاه بعينيا، قلت لها بغيت نشوفو بغيت نشوفو، قالت لي راه سخفان مسكين الله يحيد دياتو، قلت راه سخفان طبيعي عتقوه. صافي داكشي اللي كان عتقوه، بقيت حتى الخمسه عداوني لواحد الغرفه، حتى وليت كنحرك رجليا ولا كيطر البلج مني عداوني لواحد الغرفه، بقيت كنتسنى ولدي. ما طلعولي من الخمسه ما طلعولي حتى 12 الليل، لانه مسكين شرب السقيه وبقاو كيحاولوا معاه، حتى الحمد لله هو دابا حدايا الله يخليه ليا. صافي هذيك بقيت في السبيطار 5 ايام، حيت كانت الجرحه ديالي مقيحه ليا، ولات كتسير بالقيح، حيت بحال اليوم ولات لا غدين جاو عطوني ورقه باش نخرج، ولكن جاو واحد الفرمليات قلبوا لي الجرحه ديالي لقاوها مقيحه. صافي بقيت معاهم في السبيطار 5 ايام، ولا كتاخيرهم كيجيو كيديروا لي الدواء، كل مره كيبدلوا لي الفاس، ما عادي توليت بخير الحمد لله. صافي من بعد 5 ايام صافي عطوني ورقه باش نخرج، قلبوني لقاوني لقاو الجرحه هي هذيك. خرجت مشيت للدار، وسامعوا مني مشيت للدار، مني مشيت للدار بحال غدين دوشت، ومنين دوشت في العشيه كنحس بان الجرحه ديالي مقيحه ليا وكيسيل منها الماء. انا تخلعت عاوتاني الدوايات والسبيطارات ومده شهر وانا كنعاني. راه ديجا حطيت لكم فيديو وعاودت لكم على الجرحه ديالي كيفاش طرا ليا ليها، دابا الحمد لله اللهم لك الحمد وليت بخير. البنات بصراحه الامومه غزاله، واحد الاحساس اللي زوين، لا يحرم شي بنت من هذه الامومه هذه اللي كتمنى شي ذريه الله يسهل عليها وتفرح ببنتها ولا ولدها يا ربي. ضروري الواحد خاصو يصبر، حيت التربيه ماشي سهله، خاصك ضروري كل مره بالليل تنوضي وتردعي، وخاصك تعطيه الخاطر. انا صراحه كنخاف كنلبسو ولادي كيبقى يبكي، تنقول ياك ما بدعتو ياك ما ضريتو ياك ما، الصراحة كنخاف بزاف، وخصوصا انايا دابا جيت للدار كنت جالسة مع الوالدة رمضان كامل، منين جيت دابا للدار صراحة انا ما كنعرفش، ولكن كل مرة كنعيط للوالدة ابي الفيديو كيفاش ندير، حيت اول ولادة ليا ومازال ما عارفاش. دابا الحمد لله راه غدا وكنتعلم، ولكن كنحاول عليه مسكين، ودابا هو ناعس الله يخليه ليا يا ربي. اش نقول لكم البنات، انا دابا فاش جيت لداري كاين المل اللي
كتعرف شي دواء ديال النمل ولا هادي تقولها ليا في كومونتير. صراحه معذبني بزاف وكنخاف يدخل ليه لودني، كيطلع فوق الناموسيه عندي في الكوزينه، عرفتي هاج هاج ليا بزاف صراحه النمل. لا اله الا الله وصافي. كنتمنى بانكم الى شفتوا هذا الفيديو هذا قولوا لي في كومونتير شنو ندير ليه. والله الا البنات راه بزاف النمل قهرني وخايف على ولدي يمشي يدخل لي لودني ولا النيفو، خايف لواحد الدرجه اللي كبيره. المهم تجاوبوني ان شاء الله في كومونتير حبوباتي الغزاله دياولي. كنشكر اي واحد دعمني، اي واحد تابونا عندي كنشكره بزاف، واللي كيدير لي كومونتير زوين كنشكرهم من كل قلبي. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا حتى بالناس القدام اللي عندي، مرحبا بكم كاملين في القناه ديالي، وان شاء الله غنبقى نحط لكم كل نهار جديد. ما تنساوش شي لايك زوينه وشي ابوني وتهلاو ليا فراسكم، تنتلاقاو في فيديو جديد. موح عليكم.